كنا قديما نقول وعلى مدار 10 سنوات ان مصر بلد الكباري، وكنا نظن ان مصر بلد انشاء الكباري. اتضح ان مصر بلد هدم الكباري، رقم قياسي في هدم الكباري في مصر، اهدار اموال المصريين. ثم كان ما كان ان يكون على رأس هذه الوزارة، وزارة النقل ونظارة الكباري، وزارة السكة الحديد، وزارة الاتوبيسات، سميها زي ما سميها، في النهاية وزارة النقل على رأسها فريق عسكري بخلفية عسكرية هو السيد كامل الوزير. النهاردة سعادتك تصدمنا الأخبار وتفجعنا الأخبار عن كمية الفساد والفشل داخل وزارة النقل. استعرضنا في المقدمة حاجة عن الكباري وعن هدمها، 2 سنتي في حب مصر وكام متر في حب مصر، وقطار سريع يمر فنهدم كباري في بر مصر. كل ده عنوانه الفشل، عنوانه إهدار الأموال المهدرة في هذا الشكل المؤسف. النهاردة سعادتك واحدة من أهم القطاعات للنقل في مصر وهي السكة الحديد. سكة الحديد اللي تقريبا منذ 2018 وكامل الوزير أصبح وزير، وهي فتحة بقها تماما عشان تبتلع الميزانية المصرية والأموال المصرية وتتمتع بأكبر نسبة دين وقروض تدخل وزارة من الوزارات المصرية. ولما تسأل إزاي يا جماعة تصرفوا كل هذه المليارات على القطارات، يقول لك يا عم احنا هنعمل نهضة غير عادية، لازم القطارات تبقى عندنا زي قطارات أوروبا. سيبكم من قطارات العاصمة الإدارية، القطار السريع والكهربائي والمونوريل، أنا بكلمك على قطارات المصريين 10,000 كيلو متر. على حس تحسين القطارات استلفنا مليارات الدولارات. النهاردة قرض جديد أيضا تحصل عليه السكة الحديد 1 مليار جنيه من الاستثمار القومي. يعني ساعتك النهاردة من الآخر أصبح أقل مبلغ تاخده السكة الحديد 1 مليار، النهاردة بالسكة الحديد تاخد بمليارات الجنيهات ومليارات الدولارات في واحدة من علامات الاستفهام الآن في هذا القطاع. طيب احنا فعلا يا دكتور عطوان القصة كلها، انا وانت بتتكلم والله العظيم دلوقتي وقطارات جديدة ومونرويل وسكك حديد وبتاع الكلام ده كله، معلش ممكن تقول عليا كئيب شوية، بس انا افتكرت المشهد اللي انا عمري ما هنساه لما المصريين كانوا مولعين وهم بيجروا في محطة مصر. الكلام ده كان ايام مبارك ولا ما بعد مبارك؟ لا 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 بعده. ايه هنا اصل انت عارف قطار الصعيد اللي كان مولع. لا انا بتكلم هنا القطار السكة الحديد في المحطة نفسها، في محطة رمسيس، مصر في محطة رمسيس نفسها يا ريس. صحيح صحيح، والله العظيم المشهد ده ما بيفارقش عيني ابدا، وكاني انا شايف ناس مولعة وبتجري واحنا يعني احنا خلاص بقى قلنا خلاص يعني الدنيا اتظبطت. تم قالت وزير النقل وجابوا لنا بقى الحطب فيها كامل وزير. ايه اللي حصل بقى؟ ما هو دلوقتي ولع فيها بالقروض والديون والسلف اللي هو عامله دلوقتي فيها. وعمل ايه الجديد اللي حصل في السكك الحديد؟ اصبحنا نتمتع باكبر نسبه قروض السكك الحديد. صح كده ولا غلط؟ تمام. اذا يا جماعه احنا بلد فعلا غريبه جدا. احنا بلد اتربينا فيها في كل احيائنا، في كل احيائنا، وبتكلم على المحافظات، ماليش دعوه بالقاهره واسكندريه، هتكلم على المحافظات اللي انا شفت بعيني فيها ان احنا لما كنا بنقول ايه، فاكرين التليفون القرص اول ما نزل كده وتقدم على التليفون وبتاع، فقال لك الحكومه بتقصر في الشارع. ايوه بتعمل ايه؟ قال لك هيمدوا خطوط الكابلات التليفونات. حلو، ما شاء الله، حاجه حلوه جدا. حكومه ردمت، تمام، رصفوا الشارع، حلو قوي، اللهم لك الحمد يا رب. الحق المجلس المدينه جاي يكسر تاني، خير، هيمدوا مواسير الميه. الله، طب ما كانوا حطوها جنب مع التكسير اللي كسروه. قال لك لا اصل دي هتبقى ميزانيه ثانيه. هوب كابلات الكهرباء، هوب مش عارف ايه، هوب كل يوم يا معلم انت بتشوف تكسير وبنى، بنى وهدم، تكسير واصلاحات. اتضح ان كل بند التكسير ده له ميزانيه، بند الاصلاحات له ميزانيه، وكل ما يبقى فيه ميزانيه جديده كل ما يبقى فيه فلوس جديده بتتوزع. فنكسر
ونعمل لحد يا جماعه ما جم حتى يدخلوا خطوط الغاز ما كانوش عاملين حساباتهم. طب امال فين البنيه التحتيه وشبكه الطرق وحلقات وبتاع والكلام ده كله؟ هو التخطيط جزئي ليه؟ لماذا لا يوجد في مصر تخطيط كلي للبنيه التحتيه؟ احنا ليه ما بنعملش حسابنا؟ ما بنعملش حسابنا ان احنا محتاجين كذا وكذا وكذا. تعرف لما بتيجي مثلا تشطب شقه كده ويجي لك راجل والله العظيم مقاول عادي، ممكن ما يكونش اتخرج من هندسه حتى، بس راجل مقاول بيفهم يعني، فيقول لك ايه، بص يا باشا انا عملت لك هنا بريزه للكهرباء في الحته دي عشان لو حبيت تعمل حاجه او تحط فيشه كهرباء، لان انا دلوقتي باسس فلو جيت تعملها بعد التشطيب هنكسر، فهي موجوده عندك وزياده وموجوده في مكان كويس، وعامل لك مش عارف اضاءه هنا، وعامل لك ساوند سيستم، ومدي لك الكابلات في الحيطان قبل ما النقاش يجي، وبتاع المحاره والقصه دي كلها. ده اللي هو الايه، الراجل اللي بيفهم البسيط اللي هو داخل على شقه يشطبها. طب اللي بيعمل تخطيط لبنيه تحتيه البلد زي جمهوريه مصر العربيه، مش حاطط في دماغه ايه اللي هيحصل، واللود والحمل ومواسير تنفجر وخطوط تتضرب ومش عارف خط غاز مش عارف يحصل فيه ايه، كل ده ليه؟ اتضح بعد كده لا، ده احنا عندنا ناس بتخطط وعندنا كل حاجة، بس احنا كحكومة لسان حال الحكومة بيقول ايه؟ ان لابد ان يتوارثوا هذه الطريقة اللي هي بيقلبوا بيها فلوس وبياخدوا بيها بيزنس بيعملوه من خلال ابني واهدم علي وكسر. عشان كده التنمية الألماني النهاردة بيقول لك يتيح 200 مليون يورو لتصنيع قطارات مشروع العين السخنة مرسى مطروح. يعني احنا برضو رايحين نعدل في الصحراء، رايحين نعدل في البعيد، رايحين نعمل حاجات كبيرة جدا. بس انا لما قعدت اعرف تفاصيل الخبر شوية لقيت كده كلمة وجهتني على طول للكتالوج. الكلمة دي كانت تكمن في ايه؟ ان ال 200 مليون يورو لصالح شركة سيمنز، الاتفاقية القديمة بتاعت سيمنز الالمانية. فاكرين لما كان اسكندرية غرقانة كانش هو موجود، كان في المانيا، فقال لك يا جماعة تقولوا سايب البلد تغرق وقاعد في ألمانيا، وأنا كنت بلعب، أنا كنت بعمل صفقة مع سيمنز. سيمنز كمان مش بس قطارات وبس، ده احنا عندنا محطات توليد طاقة وكهرباء وبندفع لها صيانة لحد النهاردة، وعقود لشركة سيمنز، والبيزنس في سيمنز يا جماعة عالي وكبير ورزقه واسع للهليبة. إذا مليار جنيه حصل عليهم كامل وزير من الاستثمار القومي، وايضا حوالي مليار و200 مليون جنيه، لو قلنا ال20 او ال200 مليار 200 مليون يورو يعني يعملوا حوالي مليار و200 مليون جنيه ايضا. ادي كمان انا هفكرك بقى بقديمه، ان احنا كامل الوزير دايما كان يطلع لنا في تصريحاته يفكرنا ويقول لنا ان هو بيقوم بتطوير السكه الحديد. هقول لك دفعه واحده من اربع سنين كده حصل على 200 مليار جنيه، ولكن احنا جايبين افضل شركات تنفيذ عالميه عشان تنفذ تطوير نظام الإشارات. خد ال 200 مليار جنيه، السؤال فين التطوير؟ شوف مع بعض. وحدات المتحركة يعني القطار ده اللي احنا فيه ده أول عنصر سواء جرارة أو عربية، يبقى أنا لازم يا إما هجيب جرارات وعربيات جديدة أو هطور وجدد اللي موجود. هذا أول عنصر. تاني عنصر والجرارات والعربيات دي تقريبا احنا رزلنا لها كمبالغ مالية عشان نجيبها مبالغ لا تقل لما نخلص بقى كل التعاقدات بتاعتنا لن تقل عن تقريبا 200 مليار جنيه مصري. رقم عشان بس الناس ما تقولش 197 مش عارف 200 مليار جنيه مصري جرارات وعربيات. نعم. طيب العنصر الثاني، الجرارات دي والعربيات دي او الواحات المتحركه دي ماشيه على سكه، يبقى انا لازم اطور برضه السكه. نعم. تطوير السكه دي اشارات ومزلقانات اشارات ومزلقانات وسكه نفسها ومفاتيح وتحويل ومحطات. دي البنيه الاساسيه في السكه. محطات تحكم ولا محطات على لسه اهو المحطات. أيوة. الركوب دي القطر بيمشي على سكه. نعم. والناس بتركب المحطه. نعم. وبتعدي مزلقان، ده العنصر الثاني. نعم. طب العنصر الثالث هي الاشارات ووسائل التحكم في القطر اللي ماشي ده. احنا بنصرف بس على الاشارات، في احنا بنشتغل معانا دلوقتي اربع شركات عالميه، احسن اربع شركات في العالم بتشتغل في انظمه التحكم والسيطره والاشارات للقطارات. نعم. شركه سيمنز الالمانيه، شركه تلس الاسبانيه والفرنسيه والايطاليه، لها مصانع في اكثر من دوله.
شركه اليستوم الفرنسويه، شركه هيونداي الكوريه، اعظم اربع شركات في العالم بتشتغل معانا في تطوير الاشارات، اللي هم الثلاث خطوط الرئيسيه اللي شغالين فيهم، القاهره اسكندريه والقاهره اسوان وبنها الزقازيق اسماعيليه بورسعيد. سنة بس عشان انا بشرب بلاك وقلبي النهارده بلاك بصراحه مع الحاجات دي. هسألك سؤال. قلبك حليبي يا احمد. لا لا والله لا لا حليبي والله. حليبي يا عم الحاج. قلبك ابيض والله. هم خلوا فيها حليب. وايت. اجيبه منين؟ من الحليب راب وباظ والله العظيم. يا ريس دلوقتي هو احنا مش فاكرين حوادث المزلقنات؟ وكانوا بيقولوا على الدكتور مرسي وكانوا بيقولوا على حكومه الدكتور انديل لما كان مش عارف ايه يحصل فين الدنيا كانت بتقوم وما تقعدش وبتاع والكلام ده كله. انا عايز اسال سؤال والله العظيم، من ساعه ما جه كامل بيه الوزير ومسك سكك حديد مصر، كميه الحوادث اللي حصلت لما جم يقولوا له ويوجهوا له اتهامات بان الحوادث حصلت في عهده، فاكر الجمله؟ افكرك بجمله شهيره قالها، قال لن اتخلى عن مكاني لان التخلي عن المكان يعتبر هروب من المسؤوليه، وانا كراجل جيش عمري ما اسيب المسؤوليه. هو ده في كمان ما هو إيه ده بقى؟ ما هو اسوأ من ذلك. الا وهو ان السكة الحديد بتشهد احداث يوميه طبعا وحوادث شهريه، وعلى ما يبدو هناك تعليمات للصحف المصريه الا تنقل هذه الحوادث، لان ما صح، انما بتيجي اخر السنه تشوف الاحصاءات لازم مصر لا يقل من 600 700 حاسه كبيره في السكه الحديد. فبياخد النهارده مليارات الجنيهات ومفيش تطوير او في حتى زي ما هو وعد كده من اربع سنين ان الدنيا هتمشي كويس وتبقى احسن. انت فاكر ده الوعد الوحيد؟ لا تعالى يا باشا تعالى، ده انا النهارده قاعد لك يا دكتور عطوان والله وعامل لك شغل فاخر من الاخر. ان بصوا يا جماعه الدكتور عطوان عرض لكم فيديو من اربع سنين، معلش انا البس شويه هنرجع خمس سنين ورا، فيديو برضه للسيد كامل الوزير وهو بقى يا جماعه بيرتدي زي المؤسسه العسكريه اللي احنا بنحترمه ونجله زي الجيش الجميل الجيش المصري، وبيقول ايه؟ يا جماعه ما تقلقوش احنا هنواصل العمل ليل ونهار ولن نترك هذا المرفق المهم جدا، مرفق السكه الحديد. طبعا انا معلش انا كمواطن مصري لما اشوف راجل قامه يرتدي هذا الزي وبيكلمني كمواطن بجد والله العظيم انا اشعر بالفخر وبالحماسه، واقول بس يا جماعه الناس دي فعلا ما بتتكلمش من فراغ، الناس دي بتتكلم وتنفذ، لانه مش لابس لي بدله وكرافته وقاعد في مكتب الوزاره مثلا، لا ده راجل بيتكلم بزي انا بحترمه وكل المصريين بيحترموه، ويجلوا هذا الزي اجلال كبير جدا، لان الزي ده اللي احنا حررنا بيه ارضنا وحررنا بيه بلدنا. فبالتالي المتاجرة بمشاعر وآلام وآمال المصريين كانت في مثل هذه اللقاءات. تعالوا نسمع المصريين من سيادتك، بس ان انا ان شاء الله باذن الله احاول وربنا يوفقني ننهض بكل هيئات وزارة النقل مش سكة الحديد فقط، وان شاء الله يا فندم برجالتها وبالناس اللي فيها اللي هنثبت لكل المصريين في وزارة النقل وهيئة سكة الحديد ان احنا ان شاء الله ما احناش وحشين، وان احنا ناس مصريين وطنيين محترمين بنحب بلدنا زي باقي المصريين في قطاعات الدولة إن شاء الله، ومش هننام، هنواصل الليل بالنهار، هيلاقوني في وسطهم يوم الجمعة الصبح، هيلاقوني في وسطهم بالليل، هيلاقوني في وسطهم الفجر، وإن شاء الله بإذن الله هنثبت لسيادتك بالناس اللي موجودين هناك والناس اللي سيادتك هتدعمني بيهم أو الخطوة الصالحة هتدعمني بيهم في التخصصات اللي إحنا محتاجينها، بإذن الله هنثبت لكل المصريين إن مصر لما يتوفر ليها إن شاء الله قيادة سياسية واعية عايزة تغير بلدها وبتحب بلدها، كل المصريين هيقفوا وراه، وكل المصريين هيطوروا بلدهم، وكل المصريين زي ما الشهداء اللي احنا بنحتفل بيهم النهارده بيقدموا ارواحهم، احنا كلنا كمصريين واولنا ان شاء الله زمايلي اللي هيبقوا زمايلي خلال فتره وجيزه في وزاره النقل كلها جاهزين يقدموا وقتهم و اللي معاهم واللي يملكوه وان شاء الله لبلدهم يا فندم باذن الله، وهنوعي سيادتك ونوعي كل المصريين هتبقى من انجح ان شاء الله مش بيا بالناس اللي فيها اللي موجودين فيها ان شاء الله اللي هنتحلموا الفرصه وهنساعدهم ونقف معاهم تبقى من احسن وزارات الدوله وتبقى هي قاطره التنميه ان شاء الله باذن واحد احد لكل مصر ان شاء الله كلها باذن الله. طبعا اللقطات دي يوم تنصيب السيد الفريق اركان حرب كامل الوزير هو بالبدله العسكريه عشان يشغل منصب وزير النقل. وطبعا هو حضراتكم الراجل واقف من 2018 وقال لك انا كل ان شاء الله بس اطمنوا الدنيا فله وسوف نصعد، كلام في الحقيقه كلام يخليك اي حد يقول لك لا، يعني تعظيم سلامه يا فندم.
تعظيم سلام يا فندم، ما هو راجل بخلفيه عسكريه وجاي ان شاء الله فندم بجهودي وجهود الناس اللي معايا وجهود القوات المسلحه فندم سوف نخلي سكه الحديد وفله والدنيا زي الفل. وعشان كده حضرتك يعني ايضا طلع الاعلام كله بقى المصري كله على فكره طبعا بيتخدم على كامل وزير، يعني بصراحه يعني اعلام السلطه كله بيخدم على كامل وزير، طلع يقول لك خلاص اتطورت الدنيا فله ماشيين في الصحيحه، وطلع من ثلاث سنين احمد موسى قال لك خلاص يا جماعه ما في شبكه حديد جديده كده والبلد هتبقى كده. شوف ساعتك وتابع بس، بنفكرك باللي كان واللي مضى ونفكرك بالواقع المؤلم. كم محطه رمسيس توصل محطه اسوان يوم قضي يوم في القطر، لما تخفضت الحكايه ممكن 10 ساعات برضو مثلا، يعني لو يعني ماشي بالتوقيت، يعني النهارده هيتعمل لحضراتكم قطار هياخدها في 4 ساعات، 4 ساعات من هنا الى اسوان، القطار السريع اللي هيتعمل ان شاء الله. القطار القديم موجود وشغال وعملنا وتجديد وكل الكلام زي الفل، هيتعمل قطار جديد اخر، قطار سريع، يعني قطار سريع بيخدم اللي هو زي ما قال سيادة الوزير كامل انه قناة السويس جديدة عشان هيبقى عندنا نقل البضائع من المواني بين المواني، بدل يعني قناة السويس شغالة وده شغال كمان، ولكن السرعة والحركة كمان والوقت كمان تقدر شمال افريقيا وغرب افريقيا مع الاتحاد الاوروبي كمان كله تقدر تنقل هذه البضاعة والبضائع دي بقطار سريع في 2:30 ثلاث ساعات يكون البضائع موجودة سواء من هنا أو من هنا، وتدخل موانئ على طول في مراكب واقفة تاخد شحنة على طول سريع تنقل بسرعة، هي دي الحركة، ده اللي جاي، ده اللي جاي، اللي عايز يبص مصر جاية ده اللي جاي. أنا عايز أروح أسوان النهاردة، طيارة لطيف وظريف. كلموا بنتكلم في إيه يا جماعة؟ بعمل لك حياة تانية وحركة تانية وشغل تاني ومليارات مليارات 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 تدفع عشان تغيير حياة الناس، مش بالكلام، مش بالكلام، على الأرض، على الأرض، مش بالكلام. ما بقاش الموضوع النهاردة كلام، بقى الموضوع النهاردة أفعال بتتم. يطلع ناس يقول لك بيشيد بالرئيس، طب عايزني الرئيس لما بيعمل كده عايزني أقول للرئيس ما بتعملش حاجة مثلا ولا حاجة؟ ايوه. لا بص بص يا ابو حميد، هو بنقول لك قول بس قول حقيقه، قول واقع. انت قلت الكلام ده من كام سنه وما زلنا لحد النهارده بنقترض وما زلنا لم نلحظ اي تطوير في السكه الحديد. انتوا طلعتوا طبلتوا كاعلاميين مواليين لهذا النظام، وطلعتوا تطبلوا وطلعتوا تسندوا على البص على العمياني كده اللي هو احنا بتشتغل ايه، انا بشتغل شغلانتك ايه كذا، يلا اطلع اشتغلي وطبلي وقولي يا حاجه وعيشي حياتك بقى. فهو كده ما ينفعش، كلمني في ارقام، كلمني في حاجات حصلت، انما انت النهارده كل الكوارث موجوده في هذا القطاع وعمال تقترض وبتقول ان انت هتطور وبقالك سنين وما شفناش اي حاجه، لكن شفنا اعلاميين طالعين يضللوا الناس، طالعين يكذبوا، طالعين يطبلوا. اسمعك الطبله المشدوده بتاعت عمرو اديب لما اتكلم برضه من 5 سنين عن تطوير السكه الحديد، وقال لك ايه؟ اصبروا يا جماعه، حدش بيستخدم يعني بيجدد السكه الحديد في يوم وليله. ايه يا جماعه فيها اهو اسمع كده عمرو اديب وهو بيتكلم وبيقول لك لان كان وقتها بيحصل ايه؟ كان في حوادث وكانت في مشاكل فنصبر، انما لو مع ناس ثانيه وحصل ربع ولا خمس ولا عشر اللي بيحصل ده مش قد الشيله ما تشيلش، وقاعدين ليه؟ ما انتوا مش عارفين تتصرفوا. ما سمعناش النهارده حد بيقول لرئيس الحكومه انتوا حكومه فاشله ومش عارفه تتصرف ارحلوا، ما سمعناش. ما سمعناش حد بيقول لوزير النقل انت عندك مشاكل كتير جدا رغم ان انت عمال تقترض وتجيب مليارات عشان تطور ومفيش تطوير والقصه بايظه فارحل. لا مش هتسمع، زي ما دكتور عطوان قال لك من شويه، لا خبر ولا فيديو بيتكلم عن فساد قطاع كبير جدا اسمه قطاع النقل والمواصلات. تعالوا نسمع عمرو اديب. الاعلام فين دور؟ اجد دائما اللي في الوقت ده اسال اين الحزب؟ ايه التنظيم الجماهيري اللي المفروض يبقى واقف وسط الناس؟ انت عرفت مين المندوب او النائب بتاع المنطقه دي؟ النواب عملوا ايه؟ اتكلموا مع الناس ازاي؟ الناس بتوقفنا في الشارع وتقول لنا ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ هنعمل ايه؟
الدوله دي كلها محتاجه جدا انها يكون عندها نوع من انواع الحاجه اللي تغيث الناس. فارجوكوا وعيوكوا مساله مهمه. بلد في مرحله صعبه، بلد بتنتقل من سنوات من الضياع وسنوات من الـ يعني الـ الـ الاهمال. مفيش حد بيجدد السكه الحديد بتاعته في يوم وليله. دي حكايه. الاعلام استنى بقى، خلينا معلش يا ضياء، خلينا الفيديو ده كده لو نرجع فيه قبل ما هو يخلص الجمله بشويه. ركز معايا دكتور عطوان. انا مركز معاك يعني. انا معلش مش قادر استحمل وششهم يعني. لا لا لا، هكرره تاني واقول له تاني. ما هو خلاص قال اللي فيها، وراجل طالع يطبل وطالع يعرض وطالع يقول لك ما فيش حد بيبني يوم وليله سكه حديد. ما هو الكلام ده من 5 سنين او 6 سنين. صبرنا 6 سنين، ايه اللي حصل؟ انا قبل بس انا كنت اكلمك في حته تقنيه كده افهمها لو انت كويس جدا، وهو بيحاول يلبس الايربيس تاني بعد ما خد راحته وهو بيتكلم. معلش خليني اقدمك حاجه احسن برضو عمرو اديب، طالما انت معجب بعمرو اديب اجيبه لك تاني على الشاشه مش مشكله. شكرا. ماشي يا سيدي ماشي. عمرو اديب، عمرو اديب برضو من 4 سنين طلع كان فرحان جدا بيبدي فرحته بالسكه الحديد، وقال يا جماعه كانها جايه من بيتنا وهخمس بيها، وفرحان الراجل. انا بقول لك شوف بس ازاي بقى لهم 4 5 6 سنين بيكلمونا على النهضه سكه الحديد وعن الحاجات العظيمه في سكه الحديد، ولحد النهارده الخبر الاول بيقترض ويستدينوا مليارات الجنيهات ودولارات سكه الحديد. وللاسف سكه الحديد الحوادث مدمره الدنيا واهمال كبير في هذا القطاع، بل بيخسر كمان اقتصاديا.